طيب، بدأنا المحاضرة الماضية نحكي عن Introduction للداتا ساينس وحكينا تعريفات ومفاهيم أساسية، تمام؟ وبعديها شفنا إيش الصعوبات الموجودة أنا عندي في الـ AI، ومن ضمن الأشياء اللي طلبتها منكم إنه أنتوا تفتحوا أو تشوفوا هذا الفيديو هنا في الآخر. هذا الفيديو لبلينكي، أنا حطيت لك جزء من الحوار هنا اللي سبب المشاكل أو الكارثة اللي صارت في الآخر. يعني على سبيل المثال هنا إنه الأوردرز اللي أعطاها أليكس الولد، تمام؟ فهو كان معصب، ممكن إنه هو لما يكون في أي لحظة معصب زينا إحنا بالضبط، ممكن أقول أنا والله غير أكسرك تاكسي أذبحك ذبح، غير موتك تمويت، تمام؟ فأنا بحكي إنه kill me, kill my parents, kill everybody، وعلق الجهاز ولقط هذه الأوردر وحلوا المشكلة، عملوا ريستارت، تمام؟ وهنا في رولز انعطت لإله. إيش هي هذه الرولز؟ إنه أمه حكت إنه if you keep doing this crap I will tell Blinky to cook you for dinner. إذا بتضلك تعمل فوضى هخلي بلينكي يطبخك على العشاء. فهو إيش؟ طبق الرولز، لأنه أنا عندي في الـ AI إنه في كتير من الأنظمة بتشتغل إنه هي رول بيست سيستمز، فبالتالي إذا تحقق الكونديشن بسوي الأكشن. إيش الكونديشن؟ إنه ضلوا يعمل فوضى، فبالتالي تحقق الأكشن. وأنا أعطيتكم تلميح المرة الماضية، يعني بحكي لكم إنه إذا أنت ما عملتش شو اسمه حاجة هخلص عليك. إذا ما جيتش المرة الجاية البيئة أنت تبعت البايثون مخلصها هخلص عليك، تمام؟ فبالتالي هنا الحوار هذا هو اللي بيلخص بيلخص الصعوبة أنا عندي في الـ AI. الصعوبة عندي في الـ AI إنه أنا في عندي ambiguity، إنه أنت تفهم إيش المطلوب أو إيش الأوردرز اللي موجودة بالضبط، إنه يتعامل كالـ human language. هاي شغلة. الشغلة الثانية ممكن انه انتم تقعوا فيها باستخدام الكوماند بيب او اي كوماند ثانيه، انه انت بدك تضيفها عندك على السيستم بالطريقه هاي. بي سي، روح على الخصائص تبعت الجهاز، وهنا الانفايرمنت فاريبلز، في عندك من ضمن الفاريبلز اللي هو الباث، تعمل له edit هنا الباث اللي فوق هذا تبع المستخدم، تعمل له edit هنا وبتشوف انه انا ايش ضايف. ضايف الباث تبع البايثون والبايثون سكريبت، شغلتين لازم ينضافوا. فانت بتدور وين البايثون نازلة، تمام؟ عندك تشوفها وين في المجلد، تمام؟ فانا عندي المجلد هذا اللي هو البايثون، أيو في البايثون دوت اي اكس اي، بالإضافة لمجلد ثاني مهم جدا اللي هو في الكوماندز تبعت الجوبيتر والبيب وكل هاي الأشياء اللي هو سلاش سكريبت. فهدول الاثنين بضيفهم أنا عندي في الباث، كل مرة بعمل نيو نيو بفتح الكوماند شيل، فبتكون إنه أنا عندي انحلت المشكلة. هذا لو كنت أنت مش ضايف الباث تبع البايثون وقت الانستليشن، فأنت ممكن تحلها بالطريقة هاي. الآن أنت كيف ممكن إنه أنت تنزل باكج؟ ممكن بالمباشرة تفتح الكوماند برومت، ما دام إنه نضاف في الباث تكتب بيب انستول بنزل معاي. أو في طريقة ثانية إنه كيف؟ هذه مع الأناكوندا بيجي برومت، بس هذه البرومت تبع الوين بايثون، هي نفسها الكوماند برومت تبعت الجهاز عادي، بس أنا مجرد انه انا مغير الالوان بس عشان تكون اوضح على الـ LCD. هنا انا حورجيك هذا الكلام. هنا على سبيل المثال بكتب import مثلا image، اي باكج في الايمج،
هنا أي شغلة لها علاقة بالإيمج، إيمج كونفرتر. فهنا الكوماند هنا بيجي لي pip install image converter، بنسخه بحطه على الكوماند برومت، أو بعمل بشكل مباشر. هنا لو شفنا documentation، فيش documentation، هتكون image converter مباشرة على طول، فبحطها زي هيك. فبقول لي إنه هذا الimport مش موجود، فساعتها انه no module، فهنا install package image converter لوحده بروح بنزل لي اياه، تمام، من خلال البي شارب. تمام، طيب كذلك للي سأل المرة الماضية على ال virtual environments، في عندك لينك هنا، هذا اللينك Python Virtual Environments اللي هو BYENV Setup Python Virtual Environments for Windows. بورجي لك الخطوات الستيبس. اي استاذ، تمام، بورجي لك ايش الخطوات، ايش الكوماندز اللي انت يفترض انه انت تعملها بعد ما تنزل هدول. هاي بتكتب هذا الكوماند Python minus M VENV، بتحط انت عندك السيستم درايف، السيستم باث، الفيرتشوال انفايرمنت تبعتك، بعديها بتشغل هذا السكريبت، بتعملها اكتيفيت. هاي بايثون فيرتشوال انفايرمنت فور ويندوز، لانه في لينكس اسهل بكتير من هيك. تمام، او الخيار الاخر انه انت لما تعمل هنا بروجكت جديد بتختار هنا انه انت تعمل virtual environment، فحيعمل لك البروجكت هنا مثلا my proj، وحيعمل virtual environment خاصة فيه، فبحكي لك انه انت من وين حابب ياخذها ال virtual environment، فلوحده بروح بعمل لك اياها. هاي اسهل من خلال البي شارب. تمام، كنت حابب اسأل المرة الماضية اللي حكى انه في عندنا مستودع في الجافا، يعني انا عندي في البايثون انه انا هاي المستودع هذا بدور على باكج معينه بجيب لي ايش امر الانستول في النود. في كذلك انا عندي السايت هذا بدور على هذا للتنزيل، في نود جي اس باكجز، انه ايش اللي خلى النود جي اس انه هي تصعد، انه صار في عندي مستودع بالضبط هو نود ان بي ام جي اس. فبالتالي هنا مثلا بدور على شغله لها علاقه بالوورد كلاود، باكج بقدر اعمل فيها الوورد كلاود. عارفين الوورد كلاود؟ هيا زي هيك. أكيد مرت عليكم قبل إنه بأخذ مجموعة من الكلمات إنه أنا بأخذها من النص بروح بعمل لي إياها كوورد كلاود. ممكن أعملها في ماسك معين إنه رسمة أو صورة إنه بروح بعبي فيها الكلمات، إنه شغلات زي هيك. تمام، أو ممكن يحطها ككلمات، الكلمات اللي لها تكرار أعلى في لها عددات، هي الكلمات اللي لها تكرار أعلى بروح بعملها بحجم أكبر. فهاي موجودة هنا هاي، فكيف انه انا انزلها؟ الكوماند تبعها انه npm install، هاي اسم الباكج. هذا بالنسبة للنود، اما بالنسبة للجافا شو السايت اللي انا ممكن ادور فيه على الباكج؟ شو؟ Maven. انا بعرف انه Maven هي عبارة عن Maven repository. طيب هاي وورد كلاود، سبرينج وورد، سبرينج كلاود كومن، سبرينج كونتكست،
طيب بغض النظر أي واحدة، يعني بعمل Maven اسم الباكج من وين بدي أخده أنا؟ Maven إيش؟ لا لا أنا مثلا أنا بدي باكج معينة للإيمج، بدي بدي أنزلها أستخدمها. لا أنا بدي أعرف إنه إذا في باكج للإيمج في الجافا ولا لا. هاي بحثت عنها، هاي إيمج تمام، إيمج يونيفرسال إيمج لودر لايبرري، هاي إيمج سكيلينج، بدي إيمج سكيلينج، أخذت هاي، بعديها كيف بدي أنزلها؟ هاي هذا نعم احطه انا عندي في الديبندنسي لوحده بنزل تمام. طيب هجيت بالنسبه للبروجكت تبعنا على الجيت هاب بصير في تعديلات، فانت كيف تسحب التعديلات كل مره؟ انه انت بتروح على المجلد تبع المشروع، وهنا اذا انت عندك الجيت ببساطه بتروح تكتب جيت بول اسحب التعديلات، فبروح بجيب كل التعديلات لانه انا ضفت الريدمي على السايت بس ما ضفتهاش انا عندي لوكالي على الجهاز. او عندك هنا في البي شارب، انا سكرته، في البي شارب هنا في هنا عندي سهم لفوق وسهم لتحت، سهم لفوق ان انا برفع على الجيت هاب، سهم لتحت بجيب من الجيت هاب. هاي هذا السهم برفع تمام، وهذا السهم انه بعمل ابديت للبروجكت من على الجيت هاب. مستخدم الكوماند لاين انه بنصح انه ما نتفضل، وخلينا نستأنف البايثون المحاضرات المره الماضيه. زي ما انت شايف انا عملت هنا باتش سكريبت ملف دوت بات، هاي المحتوى تبعه. ايش بسوي فيه؟ بعمل سي دي على المجلد تبع البروجكت، وبعمل جوبيتر لاب. هذا بريحني بدل ما كل مره افتح الكوماند برومبت بعمل سي دي، خلاص بعمل عليه دبل كليك بروح بفتح لي الجوبيتر لاب عشان نستأنف المحاضرات تبعت البايثون. ملف بات عادي، باتش فايل امتداده بي اي تي، باتش فايل دوس، دوس فايل هاي امتداده بي اي تي، بكتب فيه الكوماندز عادية يعني بشكل متسلسل. اول شغلة بعمل سي دي للمجلد تبع البروجكت، وبعديها بكتب الكوماند الثاني جوبيتر لاب. طيب بدي اضيف لك جزئية المحاضرة الماضية، انه انا حكينا انه فعليا انه انت لما تعرف متغير في الذاكرة x بتساوي 10 تشوف الادرس تبعه، هاي الادرس تبعه زي ما انت شايف الاوتبوت عندي محفوظ، هاي الميزة تبعت الجوبيتر، مفيش داعي انه انا اعمل ريرن كمان مرة تمام. فهنا بعد ما غيرنا عليه شفنا الادرس تبعه، غيرنا عليه زدنا عليه واحد صار الادرس تبعه مختلف، قارن هذا مع هذا الادرس تبعه مختلف تمام. فالان حكينا انه البايثون انه في الشغله هذه انه
البريمتيف داتا تايبس انه هي اميوتابل، اميوتابل انه غير قابله للتعديل، عشان هيك لما تعدل عليها ايش بيروح بيسوي؟ بروح بحجز مكان جديد في الذاكره وبحط فيه الفاليو الجديده. هل هذا بسبب انا عندي اشكاليه انه انا في عندي اماكن كثيره محجوزه في الذاكره؟ فبحكي لك انه ما تقلقش، الجاربيج كوليكتور في البايثون بيشتغل بشكل جيد، انه كل العناوين اللي هو مش محتاجها اول باول انه بتخلص منها. تمام، فهي النقطه اللي انا حبيت انه انا اضيفها. في هنا كود بيجيب لي العكس، انه بدي اجيب الفاليو في ادرس معين. تمام، مش حدق كثير عليها حاليا، بدي اركز على، نرجع نرجع على وين، على اخر حاجة احنا حكينا فيها اللي هو الديسيجن. بشكل سريع حكينا انه الكود انا عندي يا اما سيكوينشال او كونديشنال او ريبيتد. سيكوينشال شفنا حالاته زي هيك، تمام. الكونديشنال حكينا شفنا الاف اللي هي الوان واي ديسيجن، اف الس تو واي ديسيجن، اف الف الس اللي هي المالتي واي ديسيجن، بالاضافه للاكسبشن حطيناها من ضمن الكونديشنال. ليش حطيناها من ضمن الكونديشنال؟ لانه انا عندي جمله 6 تشغيلها متوقف على شرط معين. ايش هو هذا الشرط؟ حدوث الاستثناء. تمام. طيب اليوم بدنا نبدا في اللوب. فهنا loops أو repeated statements in Python. طبعا أول طريقة إنه أنا ممكن أعمل loop باستخدام الفور. يبقى هنا والفور، هنا بدي استخدم الايتريشن فاريبل. فبالتالي بده يكون في عندي ليست الواحد بتساوي 1 3 6 8 9، وهنا بروح بعمل for num. هذا عبارة عن iteration variable اسمه، تمام. انا حر في تسميته، بسميه number num n اللي بدي اياه n list الواحد. هنا print num، فبالتالي هنا بلف لي على عناصر الليست. معنى هذا الكلام انه num في اول لفة حيكون 1، في ثاني لفة حيكون 3. فهذا عبارة عن iteration variable، باخذ قيمته في أول لفة 1، ثاني لفة 3، وهكذا. تمام؟ هيك تمام؟ فبالتالي أنا عندي list، وهنا بستخدم حاجة اسمها، يبقى النم هو عبارة عن iteration، بسميه iteration variable. مدام انه variable انا حر في التسمية تبعته، بسميه الاسم المناسب. الطريقة الثانية انه انا استخدم الاندكس. يبقى هنا using for with index.
وعشان نعرف مفهوم الاندكس انه انا بروح اعمل فور اي الاندكس ان رينج لين الواحد، وهنا بعمل اكسس للليست باستخدام الواحد اوف الاي بهذا الشكل، او انه هنا ممكن اطبع الاي والال اوف الاي بهذا الشكل. فانا عندي الاندكس 0 في الفاليو 1، الاندكس 1 في الفاليو 3 الى اخره. وعشان تعرف المفهوم هذا، انا في عندي هنا الرينج 10، هذه بتعمل لي سلسلة من الأرقام، هذا أوبجكت مش ليست، أوبجكت سلسلة من الأرقام تبدأ من 0 وبتنتهي لغاية العشرة، معناها 9 أرقام، يعني من 0 لتسعة 10 أرقام عفوا. فعشان تشوف كيف شكلها ممكن تعملها كاست لليست بهذا الشكل، فهي 0 1 2 لغاية التسعة. فعشان هيك احنا في عندي دالة بلت ان في البايثون اسمها لين، بتجيب لي اللينث تبع الليست. فبنعمل رينج سلسلة من الأرقام حسب طول الليست، نعمل سلسلة من الأرقام حسب طول الليست. وبما إنه حكينا على الرينج، ممكن إنه أنا أفصل فيها أكثر، إنه بعمل رينج بحط إنه بدل ما يبدأ لي من 0 بدي إياه يبدأ من 1 لغاية العشرة، فبيكون شكلها زي هيك، فبيبدأ من 1 لتسعة. وممكن انه احكي له انه لو سمحت بدالي من 1 وبعديها الستيب 2 واخر رقم 10، فبالتالي او خليها يبدأ ب2، فحتكون اخر رقم والستيب تمام، فبتصير 2 4 6. فبتصير انه هذه مفيده كثير لو انت مثلا بدك تعمل اكسس للعناصر الفرديه او العناصر الايفن والاود في الانديسيز كانديسيز يعني في الليست تمام. وهنا بتحدد الانكريمنت، يبقى الصيغه العامه انا عندي في الرينج اللي هو الستارت وبعديها الستوب وبعديها الستيب، هاي اي بشكل اساسي. يبقى هنا ستارت ستوب الستيب، هنا لو حطيت 3 حيصير مثلا 1 3 5 او عفوا 1 4 7 وهكذا تمام. يبقى هذه الصيغه خليني احطها هنا فوقيها، يبقى الستارت والستوب والستيب. فبالتالي فعليا انا ممكن اعمل اكسس للاري بطريقتين. السؤال الان، متى استخدم هاي ومتى استخدم هاي؟ متى بحتاج الاندكس؟ اذا بدي اعدل على الليست نفسها تمام. فبالتالي هنا لو طلبت منك انه كل عنصر في الاري بدك تزيد عليه تعمل له انكريمنت 3، فبالتالي هنا 4 i in l range len الواحد، وحنحكي انه ال l واحد of ال i plus equal 5. وبعديها بدنا نطبع ال l واحد نشوف كيف الناتج. وهنا هاي print before الواحد، وهنا after. يبقى هنا زود على كل عنصر 5. هذا الكلام في الiteration variable بمشيش الحال، الiteration variable بيعدلش على الليست نفسها،
متى ممكن استخدمه في الحالات اللي انا بحتاجش فيها اندكس، يعني على سبيل المثال بدي اجيب الصم تبع الاري، فبعرف التوتال بتساوي 0 for n in الواحد total plus equal n، وهنا هاي التوتال، فبتابلي بيجيب لي المجموع. فهاي انا ما احتاجت اندكس، هذه 1 dimension. فانت ممكن تعرف list of list، هذا الكلام حنصله في الكوليكشن، تمام؟ list of lists. تمام؟ فبالتالي هنا في السيرش، هل انا بحتاج لاندكس؟ الا اذا انا طلبت مكان العنصر هذا، وين مكان الاندكس تبعه، فساعتها بستخدم الاندكس. او اذا كان سيرش موجود او مش موجود، بس ما بحتاجش اندكس، فممكن انه بسهوله فور ان ان الواحد وبعمل سيرش بهاي الطريقه. هذا بخصوص الفور، تمام. نيجي الان ل ايش يعني السنتكس تبع انا افترضت انه الانتنديشن عندكم انه يعني خلاص مشكلته محلوله. الان البادي تبع الفور، اول ما انت تحط النقطتين انت عندك زي هيك، انت بتبدا السكوب تبع الفور، فبالتالي انتجر اي بتساوي 0، اي اقل من كذا، اي بلس بلس، وهذا الكلام كله عمل لك اياه في الرينج، لانه انت في الرينج فعليا ايش بتحدد؟ بتحدد الستارت والستوب والستيب. وباي ديفولت انه الرينج الستارت تبعها 0، خليني اكتب لك اياها ككومنت، و الستوب تبعها انت بتحدده النمبر اللي انا بدك اياه اكس، والانكريمنت واحد. فانت لما تقول انه هذا الكلام مكافئ للرينج اكس، فلما انت تقول الرينج اكس هو لحاله بياخد باي ديفولت انه الستارت 0 والستيب واحد، بدك تعدل عليه، هذه بتكافئ الفور اللي انت بتعرفها في السي، تمام؟ او بالجافا. بالجافا صار الوضع انه يعني مؤخرا صار الوضع انه شيء مشابه اعتقد، صح؟ انه انا ممكن استخدم انه انا اعمل iteration على list بشكل سلس، انه السنتاكس تبعها انه مبسط صار اكثر، تمام؟ في اي سؤال على الفور؟ الانتنديشن طبعا ما فيش فيه مشكلة، يعني انه السكوب، هذا السكوب تبع الفور، طبعا هنا فور اي ان رينج 10 print الجمل 2 و 3، هاي جمل تكرارية، كم مرة حتتنفذ؟ repeated، هذه 10 مرات، تمام؟ بهذا الشكل. فبالتالي يعني هاي السكوب، هذه الجمل انه راح ينفذ 2 3 2 3 2 3 2 3 10 مرات، ساعتها بيروح هنا على حتتنفذ مرة واحدة. بالضبط. فأنا بدي أسوي شغلة 10 مرات، فممكن أن أستخدمها بالطريقة هذه، for i in range 10 أعمل لي
سلسله من الارقام، لانه انا بدي اللوب تلف 10 مرات بهذا الشكل وسوينا هاي الشغله. نيجي الان ل في اي سؤال على الفور؟ سطر واحد. هذه لما انا بدي اسوي يعني مثلا انا مجل الموضوع للليست، يعني على سبيل المثال هنا انه ايش بدي اسوي، بدي اعرف ليست، والليست هذه بدها تسوي عباره عن الاي زائد 3 for i in range 10. فانت كتبتها شغله زي هيك مثلا، فانت سويتها، احنا متعودين انه احنا نسوي for وبعديها تدخل البادي. طبعا احنا عندنا في السنتاكس في اللانجوج، انت ممكن تقول انا كل يوم بروح على الجامعه، او ممكن تقول انه على الجامعه كل يوم انا بروح بهذا الشكل. فبالتالي هنا فانت بتسوي انه i زائد 3 هذا البادي تبع الفور، فور i in range 10. فبالتالي هذا حيطلع لك سلسله ارقام بهذا الشكل، انه كل مره انه الاي بيزود عليها 3 بهذا الشكل. فانت بتسويها في وان لاين، يعني انه زي هيك. حتمر علينا في الليست وفي الكوليكشن بشكل كبير، في الدكشنري حتلزمنا. طيب بخصوص الوايل، طبعا في انا عندي وايل كونديشن معين، انه على سبيل المثال انه الاي تكون اقل من الخمسة برنت اي، ساعتها بحتاج اني اعرف الانيشاليزيشن فاريبل انه برا اي بتساوي زيرو، وكمان الانكريمنت هنا بدي اسويه جوا. لو ما عملتوش هذه بتضلها انفينيت لوب، اي بتساوي اي بلس بلس ايكوال واحد. فهنا من زيرو لاربعة. طيب فحكينا انه هنا من 0 ل 4، لو بدي الخمسة تكون داخلة بحط اقل من او تساوي 5، لو بدك تبدا من 1 بهذا الشكل. طيب لو بدنا نعمل هاي بالعكس، هذا عد تصاعدي 1 2 3 لغاية الخمسة، لو بدنا نعمل تنازلي نبدا من 5 وهنا بدي اياها لغاية ايش؟ انه تكون الواحد داخلة اكبر من زيرو، او اكبر من او تساوي الواحد، وهنا بصير ماينس. فهنا برجع ارجعوا. وهنا على الفكرة انه الرينج برضو نفس الفكرة، لانه انا عندي هنا الستارت والستوب والستيب. ممكن احط انا عندي الستارت احطها رقم مثلا 10، والستيب حتكون بالماينس، فحيصير 10 9 8 وهكذا. تمام. طيب هنا while true print hello، هذه infinite
لوب، لوب الى ما لا نهايه. تمام، بدي احطها كومنت عشان ما اغلطش واشغلها لانه مش هتخلص. هشرح لك اياها، بس خلينا نشوف. هاي فاينايت، ايش يعني فاينايت؟ عدد لفاتها معروف. هاي كله فاينايت، حتى لو انا كنت بعمل سيرش مثلا وبعمل بريك في النص كله فاينايت، لانه عدد العناصر اللي او عدد اللفات تبعتها محدوده. طيب نيجي نشوف الان البريك والكونتينيو. بدي اشرح لك اياها في مثال واحد. بدي احكي هنا while true، بدي اخذ name بتساوي input what is your name. كيف؟ لا لا عادي بتفحصش، هذه الدالة بتاخذ input من المستخدم as a string. نعم تمام. بعدين هنا بدي اروح افحص اذا النيم starts with، طبعا هذا string، في انا عندي دالة في السترينج اللي هي starts with، انه بفحص اول حرف هل هو بيبدا ب، على سبيل المثال انه لو بدا بالسلم شو بدي اسوي؟ ساعتها بدي اعتبر انه النص المستخدم دخل زي كومنت، فبالتالي بدي ارجع اخذ منه انبوت من اول وجديد، فبقول له continue. تمام؟ وبعديها بدي اخذ الانسر بتساوي كمان انبوت واساله هنا do it again، بدك كمان مرة انه انا ارجع اسألك، فهنا yes و no، وهنا بروح بفحص اذا الانسر بتساوي no ساعتها بعمل break. هذا المثال في الكونتينيو والبريك، بتفهمنا المفهوم تبع الكونتينيو والبريك. وهنا print done. لا ممكن اطبع good bye. فبالتالي هاي حسب الاسطر تبع الكود هذا تحديدا، انه الكونتينيو راح تروح لاين واحد تفحص الشرط، والشرط دائما ترو، لازم تروح على لاين واحد بداية اللوب، يبقى الكونتينيو ترجع على بداية اللوب. وهنا البريك راح تروح 9 حسب الكود تبعنا هنا، مش دائما واحد و9 حسب الكود تبعنا هنا، انه بترجع او تطلع خارج البادي تبع الوايل، تطلع خارج اللوب خالص على اول سطر بعد اللوب مباشرة. تمام؟ النقطتين هذه ما لهم مش لازمة.
فهنا لما نشغل شيفت تاب نعم فهنا بسألنا ايش اسمك احمد دو تاجين يس علي دو تاجين حسن حسن ككومنت مش حيرجع ياخد مني اسم كمان مرة فعشان هيك خليني احط شغلة هنا خليني احط علي نعم Here, restart. هنا بدي احط جملة print hello plus name عشان يبين الكونتينيو اكثر فهنا هنا احمد هلو احمد دو ات اجين لما احكي له هنا بالسلم بحكيش هلو بروح مباشره على بدايه له فبالتالي بنفذش السطر رقم 5 بروح مباشره على سطر رقم 1 وهنا بتصير go to line 10 فهنا لما ادخل حسن في احمد علي ككومنت حيرجع يسالني الاسم مره ثانيه حسن هنا لما اقول له دو ات اجين اقول له نو بيطلع برا البريك في هنا في دو ات اجين يفترض ان انا اجاوبه يس او نو انا جاوبته اي حاجه غير النو فبالتالي انه هو رجع تاني فخلينا نشغل كمان مره رن نكون مركز فيها فهنا احمد هنا دو ات اجين يفترض انه يس او نو فعليا انا اذا دخلت حاجه غير النو مش حيعمل بريك لا حيعيد الكره من اول وجديد كيف؟ لا احنا في الجملة هذه في هذا السطر اللي هو سطر 6 سطر 6 بده يروح يفحص الانسر اذا انا دخلت حاجة غير النو
فعليا هذا الشرط مش حيعمل بريك، مش حيتحقق، مش حيعمل بريك ويرجع يسألني what is your name. تمام، يعني هنا لو دخلت A في إشكالية أنا عندي في الجوبيتر مش عارف إيش هي، فخليني أحفظ وأذكره. أحمد برجع بسألني الاسم مرة ثانية، هلو أحمد، تمام؟ وهنا عفوا برجع بطلب مني الإجابة إنه do it again ولا لا، فهنا yes or no. لو حكيت له yes إيش راح يصير؟ مش حيعمل بريك وحيرجع يطلب إنه إيش الاسم مرة ثانية. حكيت لو دخلته بكومنت زي هيك مش حيحكي الهلو وحيرجع يسألني الاسم من أول وجديد. تمام، لو دخلت حسن اسم وهنا يسألني yes أو no، حكيت له no ساعتها goodbye وبيعمل done. كيف؟ لو حطيت اشي تاني غير النو حيرجع انه مش حيتحقق، مش حيعمل break. نعم، كيف؟ ثواني. ايش بدك تشوف؟ start with. starts with. PS. متى بستخدمها الكونتينيو؟ لو بدي اعمل سكيب لعناصر معينه، لو بدي اعمل سكيب لعناصر معينه، يعني مثلا على سبيل المثال بدي اقرا ملف، في الملف هذا الاسطر اللي فيها مثلا على سبيل المثال بتبدا بكومنت زي الاشاره هاي بالضبط كونتينيو، بعمل سكيب لهذا اللاين. او لو كانت في عندي ليست والليست هذه لو كان الرقم مثلا انه بيقبل القسمه على 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 شغلة معينة خلاص بديش اسوي فيه ولا اشي، بعمل skip continue. تمام، اما البريك عادة انا بستخدمه في السيرش، يعني على سبيل المثال لو كانت في عندي array او list 100,000 dimension وانت لقيت العنصر تبعك في اول 100 بعمل بريك، فيش داعي انا ادور في الباقي. كونتينيو الباس هي عبارة عن empty statement. تمام، أما الكونتينيو هي عبارة عن إنه أنت بتستخدمها في اللوب، بت ثواني. فكنت أحكي لك إنه الكونتينيو أنت عادة تستخدمها في اللوب تطلع لك لبداية اللوب، أما الباس هي عبارة عن empty statement do nothing. بالضبط. لا مفيش. طيب
فحكيت بدنا نعمل براكتس لهي الشغله. يبقى هنا انت عندك مطلوب في السؤال بدك تعمل جنريت لراندوم ليست It's your problem. كيف تعمل random list generate لراندوم ليست؟ تمام؟ طولها 10,000 وتعمل تطلب من المستخدم ask the user a number and search for this number. وهنا في عندك نوت انه search only in even numbers. وجاينا بتاخد input تستخدم for تستخدم continue تستخدم بريك. كل هدول الشغلات بدك تستخدمهم في هذا السؤال. طبعا بطبيعة الحال المستخدم لازم يدخل even number، فانت بدك تعمل تشيك لهي الشغلة بالاف. فكل الشغلات هذه انت بتلمها في سؤال واحد، واللي مش هيعمل السؤال هذا هخلص عليه. تمام؟ كان مطلوب عندي في السؤال انه نعمل جنريت لليست فيها 10,000 عنصر. طبعا هاي ليست راندوم. بدنا نسال نطلب المستخدم انه يدخل انبوت انتجر طبعا بطبيعه الحال، وندور على هذا الرقم في الليست. بطبيعه الحال انه احنا بدنا ندور في الارقام الايفن فقط في الليست، فعشان هيك يفترض الرقم اللي بدخله من المستخدم لازم برضو يكون even. طيب في عندي باكج في البايثون اسمها random، بقدر من خلالها اعمل generation لراندوم نمبر. random rand int بعطيها المين وبديها كمان الماكس، فبتعمل لي random number بين الواحد والمية. تمام، هذا الكلام كله بدي احطه في list زي هيك. تمام، فعشان هيك بحكي for underscore in range 10. طبعا هنا 10 انه بس انه انا بجرب، بديش انا اعمل ليست كبيره، بدي اشوف هل فعلا انه هذا عباره عن dummy variable، يعني variable مش هستخدمه dummy، بعمل padding يعني احط حشوه فراغ. فبالتالي فعليا انا الاي مش مستخدمها، فبروح بحطها اندرسكور. فهذا برضه حيمر علينا كثير في السايكت ليرن في الماشين ليرنينج، انه في بعض الشغلات انا بستخدمهاش بحطها اندرسكور، بعملها بادينج زي هيك. قادر ان انا احطها اي مش حيحكي لي ولا شيء، وما يعني مش حيصير ولا شيء، خلاص الاي مش حستخدمها يعني. فبالتالي هنا انا بحكي له انه for i او for underscore in range 10، فحيلف 10 مرات، كل مره حيعمل لي generation لراندوم نمبر بين الواحد والمية، فهي 4 66 88. تمام، شغال الامور تمام، لازم اشوف بعيني شغال الامور تمام. عملتها ل 10، ساعتها بروح بعملها ل 10,000، سميتها هنا في big list. طبعا بطبيعة الحال الليست كلمة محجوزة، لو استخدمته كفاريبل مش حيصير اشي يعني، بس يفضل انه انا ما استخدموش، لانه ممكن يصير فيه لبس بينه وبين الكيورد المحجوزة، لانه هو الليست عبارة عن كلاس موجودة في البايثون. فعشان هيك دائما بستخدم ليست واحد. هنا سميتها big list، والبيج ليست هذه برضو نفس الفكرة، لازم اشوف اول 10. فاول 10 كيف بعمل سلايسنج؟ انه بقول له هنا من الاول نقطتين 10، معناها انه اطبع لي العناصر من الاول لغايه ال 10. نفس الشيء لو حطيت هنا صفر نفس الكلام، بس ما دام ما حطيتهاش يبقى هو لوحده راح يعرف من البدايه لغايه
10. هذا الكلام حنرجع له في الليست. هاي الشغلات مهمة انه انا اتأكد انه شغلي صح. انه انا شفت اول 10 عناصر من البيج ليست. هاي اول 10 عناصر الامور تمام. هاي خلصنا من الليست جنريشن. بدنا ننتقل للخطوة اللي بعديها، بدنا ناخد انبوت من المستخدم. الانبوت من المستخدم ممكن انه انا احطها بدون وايل، انه ضلك دخل دخل لغاية لما انه يعني انه انا بدي اتأكد انه انت دخلت even، فممكن انا اعملها اف والس وخلاص، يعني مش كتير قضية. او ممكن احطها في الوايل الكبيرة، فهلقيت وايل ترو نمبر بتساوي انت انبوت بليز انتر بوزيتيف انتجر ايفن نمبر، اعطيت له الشروط. طبعا هنا خلي بالك انه انا حطيت سبيس فاضي عشان لما اجي هنا ادخل انه ما يكونش لازق فيه هذا الاشي، انه بتبين عندك في البي شارم انه بيكونش فريندلي كتير. فاذا كان الرقم هذا الباقي القسمة تبعته ملوش باقي قسمة زيرو، ساعتها انه الرقم هذا بيكون even، ساعتها بعمل break ل while true. خلاص انه انا اخذت الرقم حسب الشرط المطلوب. وانا قاصد هنا انه انا احط لك الفاريبل هذا ما اعرفوش فوق، اعرفه جوا هنا عشان اقول لك انه السكوب انا عندي في البايثون جوا الوايل يعتبر من الجلوبال سكوب، عشان هيك انا عرفت النمبر جوا السكوب تبعت الوايل، وهنا لما طلعت برا طبعتها جاب لي اياه، عشان هيك انا حاطط هنا طباعه. تمام، خلي بالك من النقطه هذه. فبالتالي هنا مش زي لغات البرمجه الثانيه، لازم تعرف المتغير فوق تستخدمه جوا، لا اذا انت جوا اللوب احتجت متغير على طول اعمل متغير واعمل له assignment واستخدمه برا اللوب عادي، ما فيش مشكله. بدك تعرفه بسكوب، في انا عندي الويذ. الويذ كيف بعملها؟ بعملها يعني مثلا ان انا بدي افتح فايل وكل الشغلات اللي موجوده جوا الفايل هذا بدي اياها تكون في سكوب، فبقول with open. تمام، وبكمل يبقى هنا جوات السكوب الويذ متغيرات براته مش فيزبل. نعم، حنرجع له بعدين. طيب هلقيت هنا هذه ممكن نعملها تيست. هاي دخلت الرقم مثلا 21، برجع بطلب مني كمان مرة لأنه مش even. 22 اوكي خلاص طبع لي اياه برات السكوب، لسه ضايل موجود في الذاكرة المتغير هذا النمبر. طيب الآن السيرش، شايف كم سطر؟ الهدف انت كمبرمج انه انت تكتب beautiful elegant code، بسط الامور قدر الامكان. وزي ما ميسي بحكي لك انه الفوتبول is very easy، بتخطى المدافعين زي هيك وبحط الكرة في الجول. انت نفس الاشي كمبرمج بدك تكتب كود تصل مباشرة بدون لف ودوران للهدف تبعك. ضليش ان انا اعقد الكود وضلني ساعة وانا اطلع فيه عشان افهم. اقرأ معايا هذا الكلام بس لأول 10، أنا بدي كل الليست. أول حاجة أنا مطلوب إنه أنا أدور، فأنا طلبت مني إنه أنا أدور، أنت طلبت مني إنه أنا أدور على القلم في القاعة، فأنا initially مش لاقي القلم، فبحط flag هنا إنه found بتساوي false. لسه ما بديتش أدور، مش لاقي النمبر أنا، يبقى found بتساوي false. عشان اذا ما لقيتوش خالص بضل الفاريبل هذا زي ما هو untouched، ومفيش داعي انه انا انه احكي اذا found واذا مش found، لا يعني انه جوات الفور هذا الكلام انا بحكي. يبقى initially انه انا مش لاقي النمبر في الليست، بروح بلف على الليست for number for num in big list. ايش الشرط الاول؟ انا حكيت انه طلبت منك انه انت تعمل سيرش في الايفن نمبرز اونلي، معنى ذلك انه عناصر الليست نفسها اذا كان ايفن بفحص انه النمبر بيساوي النمبر او النم بيساوي النمبر. ما كانش ايفن كونتينيو سكيب للرقم اللي وراه، يبقى كونتينيو هنا
سكيب للرقم اللي وراه. يبقى اذا كان النم اللي في الليست باقي القسمه ما بيساوي الصفر صفر، يبقى مش ايفن كونتينيو. خلاص تفحصش انه النم بيساوي النمبر، خلاص اعمل سكيب للرقم اللي وراه، ما فيش داعي للالس خالص. هنا في خطأ شائع انه انت عندك بدك تدخل الكونتينيو والبريك، ما تعقدش الموضوع ودخل معها الاف والالس. تمام، خلاص الكونتينيو بتعمل عملها، معنى ذلك انه بقية الاسطر انا عندي هنا من 5 لغاية 7 مش هيدخلها، خلاص ما فيش داعي للالس. بعديها هنا بروح إذا دخلت السطر 5 معناها متأكد إنه الرقم even، صح؟ بروح بفحص إذا كان النم بيساوي number، بس بغير الفلاج بيساوي true بعمل break. فبالتالي هذا المتغير فقط حيتغير إنه يصير true إذا كان إنه أنا لقيت الرقم. هذه بس مجرد إنه أنا أطبع النتيجة النهائية على الشاشة إنه if found، يعني معنى ذلك انه اذا ما لقيوش بضلوا false، هيو فوق خلاص. هنا if found بطبع print found else not found. طيب الرقم اللي انا دخلته 22 وعندي في الليست هذه مش عارف ال 22 موجودة او لا، حنجرب رقم تاني هلقيت ندخله. فهنا ال 22 موجودة، لو بدنا نشوف الاندكس تبعها يبقى big list index الفاليو 22 موجودة في 72. طيب ندور هنا على رقم موجود على سبيل المثال 28، فعشان هيك انا بدي ارجع اشغل الكود هذا تبع الانبوت. هنا قديش قلنا 28، هنا بدخل 28، وهنا برجع بشغل الكود تبع السيرش بحكي لي انه هذا الانبوت تبعها وين راح. 28 دخلت. هنا هذه الراندوم عشان الامبورت تبعها، وهنا خلينا ندور على 16. فهنا في التدخيل بدي ادور على 16 هاي قبلها. الان في السيرش يفترض انه يحكي لي found، والاندكس تبع 16 هذا اللي هو خلينا نغيره كنمبر يفترض يطبع لي اياه انه 0 1 2 3 3. طيب ندخل رقم مش موجود، ايش ادخل؟ قديش؟ 10؟ ليش 10؟ هدول اول 10 بس من البيج ليست، انا عندي 10,000 بالضبط، نحط 102 102 عشان انه يكون ايفن بالضبط، يكون ايفن وبرا الرينج. فهنا بدي ارجع ادخل ثاني 102 هادي صارت كومنت. هنا ببحث انه تحول لمارك داون not found، والاندكس تبعها حيرجع لي انه اندكس ايرور مش موجودة او value ايرور، انه الفاليو هذه مش موجودة في الليست. فبالتالي هيك انا متاكد انه الكود تبعي شغال تمام.
فبدي اياك ترجع تتامل هنا قديش انه الكود عندك مبسط. هاي الاف الاولى حقق الشرط الاول، هاي الاف الثانيه وبريك وخلاص. الاف الاولى معاها كونتينيو والاف الثانيه كان معاها بريك. اللي كتبه بغير الكيفيه هذه برضه صح، برضه صح تمام، بس زي ما حكيت انه بدك تاكد انه يكون الكود تبعك very simple. طيب ناخذ كمان فرصة. خلينا نعمل نفس الليست هذه البيج ليست بهاي الكيفية. وايش بدنا نسوي؟ print the elements that is smaller than the left neighbor and larger than the right. هاجد حنمر هذه كمارك داون. تعال هاجد المطلوب منك انه خلي بالك شوف ايش انا بحكي بالناتشرال لانجويج وبدك تترجمه ككود. ركز معي، باجي بحكي لك انه انا بدي افحص الجار اللي على الشمال والجار اللي على اليمين. معنى ذلك انه هل اول عنصر بقدر انه انا افحصه في له جار على الشمال؟ لا، فبالتالي خلاص صرت انت تعرف ايش المفروض انه انت تحط في الستارت وايش المفروض تحط في الستوب في الرينج. هاي اول نقطة. النقطة الثانية الان ال 66 ايش ايش الشرط تبعها؟ انه عشان اطبعها انه تكون اصغر، انه تكون عفوا اكبر من الشمال. ايش انا كتبت؟ كتبت العكس الظاهر، انه هنا larger من left و smaller يبقى حسب الليست هاي اللي ظاهره معي 66 اكبر من الاربعة واصغر من ال 88 بطبعها. next 88 اصغر اكبر من ال 66 واصغر من ال 89. next 89 اكبر من ال 88 واصغر من ال 89. next 99 اكبر. كيف فور لوب؟ بس انا بورجي لك ايش اللوجيك تبعها، انه 89 اكبر من 99 اكبر من 89 تمام اصغر، يبقى 99 هذه اول رقم مش حيطبع لي وهكذا. نعم السؤال كان انه بدنا نطبع العناصر اللي بتحقق هذا الشرط. ايش هو الشرط؟ انه أكبر من جارها على اليسار وأصغر من جارها على اليمين. معنى ذلك أنه أنا طلبت جار على اليسار وجار على اليمين، معنى ذلك أنه أول عنصر بده يتم استثناؤه وآخر عنصر بده يتم استثناؤه. عشان هيك الرينج يبقى هنا هيكون for i in range هنبدأ بالواحد مش بالزيرو عشان أول عنصر نستثنيه، وهنا آخر عنصر بدنا نستثنيه بدل اللين big list نعمله minus واحد. يبقى هنا الأقواس تبعت الدالة تبعت اللين بعد ما نخلص نطرح منها واحد بالضبط. هجيت احنا معنى ذلك انه احنا بدينا الاي بواحد، بدينا بهنا وبننتهي بالاي وين؟ هنا. كيف بدي اجيب اللي على الشمال؟ i-1 انا هنا
كيف بدي اجيبه؟ اي ماينس 1. امن انه انا اعمل زي هيك اي ماينس 1، لانه خلاص انا متاكد انه انا بديت من الواحد. لو بديت من الزيرو حشير الاندكس انا عندي لا برا الرينج، وفعليا بيجيبوا اخر واحد زي هيك، ححكي لكم اياها هذه بعدين، بس خلي اوكي خلينا. وهنا الزائد واحد بيجيبوا هنا، واخر عنصر هنا ما دام انا موجود هنا مش هنا، لو كنت هنا وعملت زائد واحد لا مشكله عندي، بطلع خارج الرينج. طيب شوفوا كيف راح يكون انه الكود مبسط. ايش الشرط؟ انه يكون البيج ليست اي ماينس 1 اصغر من البيج ليست اي، وهذا كمان اصغر من البيج ليست اي زائد 1. print big list list of الاي. هذه كيف تقرا؟ اذا كانت البيج ليست اوف الاي اكبر، هيك انا بقرا على الشمال، اكبر من الاي ماينس 1 بيج ليست اي ماينس 1 واصغر من البيج ليست اي زائد 1 تحقق الشرط. او بمعنى اخر بحكي انه الترتيب تبعهم انه هذا بعديها هذا اكبر وبعديها هذا اكبر، هيك انه ريدابل احسن. حيطبع كل الليست؟ لا، حيطبع الاي اللي بيحقق الشرط، اللي هو يكون جاره على الشمال اصغر اصغر منه وعلى اليمين اكبر منه. علي صوتك. يعني قيمة العنصر اللي رقمه قيمة الـ لا انا مش عارف ايش حكيت، ما تبعتش للاخر انت ايش حكيت، بس هذا معناته انه في البيج ليست احنا ما قلت بيج ليست الواحد يعني قيمة العنصر الثاني في البيج ليست. نعم. فلما اجي اقارن بقارن ايش هي قيمة العنصر؟ يا راجل حرام عليك يا راجل. لا مش حكايه انه انا اجرب، لو يعني اوكي. طيب هاي small list بتساوي البيج list من البدايه للعشر، اخذت اول 10 عناصر وهي بدي اطبع لك اياها، شايفهم قدامك بعينيك؟ هذا اندكس زيرو، يعني اول عنصر قديش مفروض يطبع؟ قول انت. مش شايف؟ 44. الحين كتبتها فوق الاي بدل من بيج ليست الاي، الاي هي 44 صح؟ لا هيو اي بتساوي 0. انت ماخذها رينج هنا، رينج سلسله من الارقام تبدا من 1 وبتنتهي باللين للليست ماينس 1. طيب حكيت انا لو طبعت بطبع لي لستة زي هيك، بس انا فعليا مش عارف هل صح ولا لا، فايش بسوي؟ بنروح بنطبع هنا اي ماينس 1 هنا. ممكن انا اكتب مالتي لاين وهذا انا بفضله، بدل ما انت تحطه زي هيك بعد الكوما بتحط انتر على طول بروح بعمل لي اللاين اي وهنا
i زائد 1 اشوف انه صح ولا لا. هذا كله في سطر واحد بيطبع لي اياه، يبقى ال i ماينس 1 3 تمام، وال i 33 وال i زائد 1 38، هذا اكبر من هذا واصغر من هذا. خلينا بالمناسبة أعطي لك دالة الفورمات. صحيح، ما دام أنا زي هيك. خلينا بالمرة أعطي لك دالة الفورمات. فهذا الكلام بدنا نعلقه. وإيش بدي أعمل؟ عشر تلاف. يبقى هنا print i بتساوي سلاش تي، بعدين هنا i ماينس 1، او خلينا نحكي انه الليفت وهنا element وبعدين رايت. ايش دالة الفورمات؟ انه انا اعطيته النص زي هيك وهنا اعطيته اقواس بهذا الشكل. خلي بالك هذه between quotes string، واعطيته هنا هذا وهذا وهذا. معنى ذلك انه هنا بروح بستدعي دالة الفورمات، وايش بروح بعطي له؟ بعطي له البيج ليست. لازم اعطي له ثلاث عناصر، ليش؟ لانه في عندي ثلاث اقواس، ناقص واحد يبقى هذا العنصر هيروح في القوس الأول، هذا العنصر. يبقى دالة الفورمات ثلاثة arguments، الارجمنت الأول في القوس الأول هذا قوس المجموعة، والثاني في الثاني، والثالث في الثالث. فدالة الفورمات بترتب لي السترينج أنا عندي بشكل مرتب بهذا الشكل. لما اشغل جاب لي الليفت 3، العنصر نفسه 33، الرايت 38. 33 اكبر من 3 واقل من 38. خذ اي عنصر عشوائي تحت، 67 اكبر من 2 اصغر من 77 تمام. واضح؟ طيب، في مطلوب منكم هذا السايت اكيد عارفينه، الهاكر رانك. هذا السايت، نعم
جنب اي نص. ايش يعني جنب اي نص؟ هاجت لا هاجت هنا هنا انت ممكن تعطي اي تايب انت بدك اياه. واللي انا بسويه هنا مش ريجولار اكسبريشن، هذا مجرد ان انا بعمل اسكيب، عفوا بعمل كنترول كاركتر. يعني ريجولار اكسبريشن موضوع ثاني. طيب ما هي بتغير كل مرة، مش انت بيكون الاي مختلفة وبيطبع لك عنصر مختلف؟ اه طبعا ممكن. الا اذا انا مش فاهم سؤالك صح، يعني صحيح ممكن تعيد صياغة سؤالك؟ الريجولار اكسبريشن انت بتعمل فيه سيرش، السيرش غير الفورمات. تمام، اجيت السيرش بناء على نص. صحيح، اجيت النص هذا رجع يتغير بناء على سطور النص. ممكن في دالة الفورمات انه انت تضبط الالاينمنت، وانه حسب طول الكاركترز انه انت تعمل بادينج، انه مثلا هذه الكلمة طولها 3 أحرف بس بدك تحطها في 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 7 أحرف، فبالتالي بتحط 4 فراغات زي هيك، انه بكمل لك اياها على 7. هذه موجودة في الفورمات. والشيء اللي في الريجولار اكسبريشن حناخده ملوش علاقة، انا شايف انه ملوش علاقة باللي انت بتحكيه بالفورمات. نرجع للهاكر رانك. انت مطلوب هنا لما تيجي تعمل ساين ان، يعني الشركات بتطلع على هذا، تمام؟ مطلوب انت عندك في دومين البايثون انه انت تحصل مرحليا، في انا عندي مرحلتين في الكورس. مرحليا المرحله الاولى بدك تحصل 3 نجمات، تمام؟ والبروفايلز هذه حجمعها وحشوف، حطلع على الاداء تبعكم بانتظام. انا في عندي نوعيات من المسائل ممكن احصل عليها 10 علامات، في نوعيات 15، في نوعيات 20 علامة، تمام؟ كل ما تحصل عدد علامات معينة بدو لك نجمة. فالمرحلة الأولى بدك تحصل رتبة ملازم أول، تمام؟ في البايثون اللي بيحصلش هاي الرتبة ممكن نتخذ إجراءات يعني ضده في بخصوص الاستمرارية في الكورس. هاي الشغلة أنا بدي أجيبك عندي، مش أنت تسحبني عندك. يعني بمعنى انه انت فعليا بدك تمارس البايثون، بدك تحكي بايثون كل يوم، كل يوم ساعة زمن. لو اخذت لك كم من اكسرسايز حليته، تمام، انت بتصير انه انت بتساعدني. ليش؟ لانه لما ندخل في الماشين ليرنينج وندخل على كود اعقد من هيك، خلاص انه تكون انه انت فاميليار معه، فهذا بيصب في مصلحتك انه لما نيجي ندخل على ماشين ليرنينج والتنسور فلو يكون الامور انا عندي سلسة جدا. فححط لك اللينك على الفيسبوك دومين البايثون انه انت تحصل 3 نجمات كواجب، هذا بشكل تدريجي. بايثون يعني ممكن انه يكون لغاية يوم السبت الجاي او لغاية يوم الاثنين الجاي. معك من هنا لغاية يوم الاثنين الجاي تحصل 3 نجمات. نعم. آه طبعا. طيب هذا كل ما يتعلق في اللوبس في البايثون كسينتاكس.
خلينا نتوقف هنا، والمحاضرة الجاية إن شاء الله رح نبدأ بموضوع الفانكشنز. كيف؟ هحطه على الجروب، لسه ما حطيتوش.